قاعد لا شغلة ولا عملة، اقترحت عليهم تأسيس جمعية سميناها الغصن الأخضر للمحافظة على البيئة. بقى شو رأيك بالاسم؟ حلو، بس بيطلع بإيدكم؟ وليش لحتى ما يطلع بإيدنا بقى؟ وحياتك إذا زبطت هالجمعية ما رح يسترجي أي بني آدم يكسر عرق أخضر أو يصيد عصفور أو يكب محرمة على الأرض. بكرة بتشوفي. ومين اللي بده يمنعه؟ نحن اللي بنمنعه. يو، دستور من خاطركم. الحقيقة يا أخوان مشروع جمعيتكم مشروع حيوي وفعال وأهدافه نبيلة ومفيدة للبلد، وأنا بكل صراحة وشفافية بحيي جهودكم، لأنها بالنهاية بتدل على وعي حقيقي وتكاتف وتعاون بتتجلى فيه المقدرة على تحمل المسؤولية. أحسن ما الواحد يضيع ويشغل وقته بالسفاسف، لا، بيشغل وقته بأمور بتفيد البلد. ماهد والله الله يخليك يا أستاذ. شكراً، والحقيقة هذا هو هدفنا الأول. ذكروني شو اسم الجمعية؟ مكتوب عندكم أستاذ، مكتوب عندكم جمعية جرين برانش، الغصن الأخضر. اسم جميل وله مدلولاته العميقة. صحيح معكم هوياتكم؟ إيه طبعاً طبعاً، ولو ما لنا نسيانين أبداً. الحقيقة اللي عم تعملوه انتو هو عين العقل والصواب. يا بسام تعال عندي بسرعة. تعال. ومين صاحب هالفكرة الحلوة؟ أنا أستاذ، لأني متقاعد أنا وأبو عمر، وحبينا نكون أمثولة لكل المتقاعدين، والأساتذة أصدقائنا رح يساعدونا بالتأسيس. بهنيك من كل قلبي. مور أستاذ. مسيك يا بسام، صور لي هالهويات على الوشين وبسرعة. حاضر. صحيح، شو بدي أسألكم، معكم صور شخصية؟ لا والله ما حسبنا الحساب. مو عليهمكم، لا تاكلوا، انا بصوركم هون وبلاش بالوضعيات الثلاثه. يا جمال تعال عندي بسرعه. مور استاذ، صور لي الاخوان صور مرتبه وبالوضعيات الثلاثه. حاضر استاذ. شرف. بعد اذنكم. فيك تروح، كله تمام، بقيت شغلتكم ميسرة. ودخلك بيطول الترخيص حتى يطلع؟ لا 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 لا، ما بيطول أبدا، بس يا ريت بالمرة الجاية تزودوني بالنظام الداخلي للجمعية إذا ما فيها سئلة مشان نقعد نناقشه سوا قبل ما تطلع الموافقة. حاضر أستاذ، بعد يومين إن شاء الله بيكون عندكم. تريدوا شي تاني أستاذ؟ لا أبدا، فيكم تاخدوا هوياتكم وأنتوا طالعين. طيب شكراً، بالإذن أستاذ. شكراً أستاذ. تفضلوا يا جماعة. عفوا، صحيح نسيت، يا ريت لو تبصمولي، نسيت قلكن انا لازم اخذ بصماتكن. هيك الروتين شو بدنا نساوي؟ تفضل 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 تفضل. ما بسي بس عم تفضل يا عمر. الو الو، مرحبا، اعطيني الاستاذ عبد الكريم لو سمحتي. ألو مرحبا. مرحبا ابن خالتي، كيفك؟ الله يخليك، شو أخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. حبيبي، يا ترى فاضلنا شي نص ساعة زمان حتى أمرق عليك أنا ورفقاتي؟ لا لا أبدا، ما أنا واعين مشكلة ولا شي، بس باعتبارك محامي حابين تساعدنا بوضع نظام داخلي للجمعية. إيه طيب ماشي الحال. نحن رح نستناك بالقهوة اللي بنقعد فيها بعد ساعة. منيح. ايه نفس القهوة. طيب حبيبي، شكرا كثير، الله معك، مع السلامة. والله فهمت عليك، بس لازم بالأول نناقش أهداف الجمعية، شروط الانتساب، مجلس الإدارة ومهامه،
مالية الجمعية، حقوق الجمعية، يعني المكافآت، العقوبات، سبل الصرف، التبرعات إلى آخره. أخي باختصار أنا كتبت مسودة ورح أسمعك شو كتبت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. تهدف الجمعية، جمعية الغصن الأخضر، إلى حماية أشجار الغابة من القطع والحرق والقلع، كما تهدف إلى حماية حيواناتها وطيورها والعناية بنظافتها والتأكيد على الحرص بوجوب تنظيم زيارتها. يا سيدي إن شاء الله ألف مبروك، هاي النظام الداخلي تبع الجمعية صار جاهز. يا سموديات الحقيقة تعبناك معنا يا ابن خالتي. شو هالحكي، انت بتأمر أمر أبو سمير، بدنا خدمة نحن. الله يخليك. تسلم لي حبيبي. وبهالمناسبة إن شاء الله رح تكون محامي الجمعية تبعنا بحال صار معنا مشكلة هيك ولا هيك، يعني ما بتعرف. فال الله ولا فالك يا رجل. شو بقى أسد اسمحوا لي، أنا عندي شغل بدي أروح. لا وين وين، لسه ما ضيفناك شيء. جايبين صدر كنافة ولازم تحلي أسنانك قبل ما تروح. عود تفضلوا أستاذ. وهي النظام الداخلي تبع جمعيتنا. شو ها؟ لا ما في شيء أستاذ، شوية كنافة مشان تحلوا ضرسكم فيها بهالمناسبة. ايش تمو هالدين كلكم زو. الله يسلمك. صحه وانا صحه قلبك. ومين كتب النظام؟ نحن بس. لا معنا الاستاذ عبد الكريم المحامي ابن خالتي، يعني كل فقره كنا نقراها ونناقشها بعدين نصوت عليها ونوافق. طيب يا اهل الكنافه ان شاء الله صحتين على قلبكم. هيك نشوف. يحق لجميع المواطنين الحريصين على البيئه الانتساب الى هذه الجمعيه. شيء جميل، بس راح أعدل تعديل بسيط إذا سمحتوا لي. وشو هو التعديل أستاذ؟ راح أشطب عبارة الحريصين على البيئة، لأني بعتبر كل المواطنين حريصين على البيئة بالفطرة يعني. طول بالك أستاذ، يعني ما بصير تم العبارة على حالة؟ لا أنا لو الأمر متروك إلي كنت تركت العبارة مثل ما هي وعلى حالة، بس صدقوني الجماعة فوق ما بيرضوا. هلا مجلس الإدارة يتكون من 7 أشخاص ويتم انتخابهم كل عامين من الهيئة العامة. لا 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 هيك ما بيمشي الحال. رح أعدل هالفقرة تعديل طفيف كمان لتصبح كالتالي. يتكون مجلس الإدارة من 7 أشخاص، يعين 4 منهم من قبلنا. شايفين؟ تعديل بسيط لا يسكر. لو الأمر بيرجع إلي كمان كنت تركته، بس الجماعة ما بيرضوا. هون كمان يحق للجمعية رفع دعوة قضائية على كل من يعتدي على الغابة بالقطع أو الحرق. اسمحوا لي عن إذنكم، اسمحوا لي أعدل هالعبارة. رح أضيف كلمة صغيرة قبلها كلمة لا. يعني شلون بتصير؟ لا يحق للجمعية رفع دعوة قضائية على كل من يعتدي على الغابة بالقطع أو بالحرق. شو هي؟ يحق للجمعية نشر إعلانات ودعايات في الصحف والمجلات، ما في مانع. بس رح أضيف بعد إذنكم كلمة صغيرة بآخرة، بموافقتنا. هلأ يا أخوان أنا الترخيص من عندي جاهز. تشكر يا أستاذ تشكر. أيوه تكرم عينكم، بس أنتوا لازم تراجعوا الفرع 444. وليش بدنا نراجع الفرع 444؟ هيك الروتين، هيك جرت العادة. وقعكم ما تروحوا لأنه رئيس الفرع صار عنده خبر بزيارتكم. يا سلام. من هلا عملكم يستر حبيبي، أنا بروح معكم على الفرع 444. ما بيصير يا أبو عمر، ما بيصير. شو الحكي الفاضي هذا؟ لازم نروح كلنا سوا. أنا ماني فاضي بكرة. خايف يعني؟ ليش رح تخاف؟ لك اسمع اسمع، كلياتها شغلة 5 دقايق سؤال وجواب. شو بيصير لك يعني؟ 5 دقايق؟ هذا يا سيدي من سنة ونص تخانات أنا وجارنا عبد الله السيار، واشتكيت عليه للبلدية لأنه حفر أبو تحت الأبو بالبناية تبعه. قاموا استدعوني على الفرق 444، قالوا لي كله سؤال وجواب. رحت لعندهم بعد الظهر، طلعت من عندهم بعد أسبوع بعد الظهر مكسور الظهر. إيه بس شغلة الجمعية غير شكل. مشكلتك مع جارك خاصة، بس موضوع الجمعية بعامل البلد يا أخي. أنا ما بروح بلاك. ها شباب ما ترد. شباب لك شو صار له؟ ما ترد.
وين ابو عمر؟ ليش ما عم تردوا؟ شو بكون؟ سيدي سيدي اعطاكم عمره امبارح مات؟ امبارح بالليل سيدي. وامتى كانت جنازته؟ اليوم الظهر سيدي. حسب معلوماتنا الزلمه ما كان فيه شيء منه. صحيح، بس الاعمار بيد الله استاذ سيدي. جاسم يا جاسم، احترامي سيدي. دور لي بشتة الجنازات اللي صورتوا اليوم ولاقي لي جنازة أبو عمر طبشورة. حاضر سيدي. صدقتكن، وهلا خلونا ندخل بالموضوع الأساسي اللي جايين من شانه. بدكن تجاوبوني بصراحة، ليه سميتوا جمعيتكم باسم الغصن الأخضر؟ سيدي هذا أنسب اسم لقيناه سيدي، ومعبر عن أهداف الجمعية سيدي، حلو على الإذن يعني. ومين اللي اقترحه؟ أنا سيدي أنا. هلا أنت بتعتقد إنه الدولة مقصرة بحماية البيئة لحتى تطلعونا بهاي الأفكار؟ لا سيدي لا، الحكومة محشومة، بس يعني نحن حبينا نساعدها. ليش هي كسيحة ولا مشلولة لحتى تساعدها؟ مين وضع النظام الداخلي؟ نحن الأربعة سيدي. بما فيكم المرحوم أبو عمر طبشورة؟ نعم سيدي، المرحوم اشترك معنا. ومين ساعدكم كمان؟ ابن حالتي، ابن خالتي، الأستاذ عبد الكريم المحامي. وين كنتوا تجتمعوا؟ مرات بالقهوة سيدي، ومرات عندي بالبيت، ومرات بالغابة سيدي. مرة واحدة بس. ماشي الحال، رح أستعرض معكم النظام الداخلي فقرة فقرة لحتى نشطب الكلمة يلي ما بنلاقيها مناسبة. أول شيء المبادئ الأساسية. أنا حالياً انتهيت. شكراً سيدي. شكراً. عن إذنكم. لحظة. بتراجعوا الفرع 555. والله أنا قلبي كان ناقصني الأول يا جماعة. لكن شلون هيك تورطت معكم أنا ماني عارفة. لك طول بالك أبو مصعب. طول بالك، ما بصير هيك شباب. لك شلون طول بالي؟ هالمرة نفذنا من التحقيق، بس بعدين شو بده بصير معنا؟ والله ما بنعرف. لك يا أخي، بجوز يكون التحقيق بالفرع 555 أهون من التحقيق من الفرع 444. هالأهون. لك أخذوا ابن عمي ليحققوا معه لأنه مضوي هويته. فات العصر، طلع بعد 3 أيام بعد العصر، لقوا شو بعد ما انعصر قصر. هلا ما بدك تروح معنا يعني أبو مصعب؟ لا أخي، دبروا حالكم لحالكم. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ احكي لك كلمه ابو سمير، انا ما بدي اروح. اخي بركي سالونا عنك بالفرع 555، شو بدنا نقول لهم؟ اخي انا ماني رايح، يعني ماني رايح.
طب مصعب وينه؟ ليش ما عم تردوا؟ سيدي بارح اخذوه على المستشفى، اجته جلطة بالليل. مسؤولين عن هالكلام؟ مسؤولين سيدي، مسؤولين. يا احمد جيب لي اسماء المرضى اللي جلطوا مبارح بسرعة. بيعرف ام مصعب انه اليوم كان لازم يراجعنا؟ نعم سيدي نعم بيعرف. فوت. احترامي سيدي. سيدي هاي اسماء اللي انجلطوا مبارح وهي صورها هني عم فوتوا على المستشفى. مظبوط هي اسمها ابو مصعب الوتر بيناتهم. صرف. ترام سيدي. مصاري الجمعيه منين بدكم تجيبوها؟ سيدي من اشتراكات الاعضاء والتبرعات. في حدا اتصل فيكم من هون او من هون وعرض خدماته؟ عفوا شلون يعني سيدي؟ يعني في حدا عرض عليكم تبرعات او مساعدات من برا؟ ابدا سيدي ابدا. نقلتوا نظام الجمعيه من اصول اجنبيه؟ لا ابدا سيدي ما صار هذا الشيء. نحن بنفسنا حطيناه سيدي. لوحدكم؟ لا سيدي ساعدنا فيه ابن خالتي الاستاذ عبد الكريم المحامي. هذا هو؟ نعم هذا هو. وهلأ رح نناقش سوا الأسباب اللي خلتكن تأسسوا الجمعية ورح نستعرض النظام الداخلي للجمعية. أنا اليوم انتهيت منكم. تشكر أستاذ. عفوا سيدي. لحظة لسه ما خلصت حكي. بتراجعوا الفرع 666. قلت لي خالد حشروش عمل حادث سيارة؟ اي نعم يا سيدي عمل حادث سيارة للأسف. مبارح كان ماشي على الأوتستراد شارد ما بعرف بإيش عم يفكر، إجت سيارة طايشة لطشته سفقته زتته 4 متر لفوق نزل من العبج لعبجي. هلأ رح نتأكد. ألو يا مقلاد أعطيني الكاميرا 27 اللي حاطينها على الأوتستراد. بس هيك هالاستمارة وهي الأمر بتجاوب لي على كل سؤال بالتفصيل مفهوم؟ مفهوم أستاذ. سيدي وبتقرأ لي بصوت عالي لشوف. تفضل ارتاح. أمرك. ما هي الأحزاب التي انتسبت إليها منذ الإعدادية حتى الآن؟ ما هي الصحف التي تقرأها والصحف التي لا تقرأها؟ سرق
مظبوط، الزلمة دعسه سيارة. أنا من جهتي خالص منك، بس بعد ما جاوب على الأسئلة المكتوبة عندك بتراجع الفرق 7-7-7. حط لك لقمة أبو سمير؟ لا ما لي نفس. لك إيش بك مهموم؟ شو هي أول مرة بتروح فيها على الفرق؟ ما شاء الله وكان حولك أخذت رجلك من زمان. خايف تكون هالمرة يا شهيرة آخر مرة بحياتي. يوه كش مرة وبعيد، شو الحكي اللي بكشش البدن هاد؟ أنا مو 100 مرة قلت لك بلالكن هالجمعية ما كنت ترد علي. حاجة شهيرة حاجة، راسي عم يجعني. طيب أنت ومين رايح بكرة على الفرع؟ لحالي بقمع راسي، ما في حدا تاني. خد هالأضابير الثلاثة لأنه أصحابها واحد توفى والتاني مجلوط بالمستشفى والثالث ملقى حبيته بعد حادث سيارة. كبون سيدي؟ شو تكبون؟ نزلون على الأرشيف، خليني نزلون على الكمبيوتر، كله بيلزم. حاضر سيدي. ايه أبو سمير؟ أمور سيدي، أستاذ سيدي. أنت صاحب فكرة حماية الغابة؟ نعم سيدي، نعم أنا. أنت أكيد ما فيك عقل. ليش سيدي؟ ليش لا سمح الله؟ لأنه الغابة اللي عم تقاتل من شانها أنت وأصحابك ما لها موجودة. شلون يعني سيدي؟ يعني الغابة احترقت، اختفت. أنت ما بتقرأ جرائد؟ اسمع، حريق كبير في الغابة لأسباب مجهولة، وأصابع الاتهام تتجه نحو أصحاب العقارات وتجار الأراضي. بس أنا شايف كل هذا حكي فاضي، الموضوع كله عبارة عن قضاء وقدر. عائب سيجارة عمل كل هالكارثة. إيه أبو سمير؟ أمور سيدنا. لسه بدك تساوي ترخيص؟ لا سيدي لا، مدام الغابة احترقت شو راح ينفع الترخيص؟ معناها أنت من عندي خالص، بس لازم تراجع الفرع 888 مشان تقنعهم بالأسباب اللي خلتك تتراجع عن ترخيص الجمعية. فرع 888؟ خايف لا تقفل معي بالفرع 999.